في الأصول. في الأصول. أعطيك الآية أنا أكمل. إن حضر يعقوب الموت إذ قال إلى أبنائه ما تعبدون من بعدي، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل إسماعيل وإسحاق، فهل تعلم أن إسماعيل كان عما إلى نبي يعقوب عليه السلام وقالوا عنه آبائك. فهم يا أخي فهم، أنت من تحشي بالقرآن. يعني فين أعيد الآية. السؤال؟ ايه السؤال؟ فين السؤال؟ فين الأصول؟ سؤالي هنا بيمثلكم ده يا شيعة؟ إن الحسن والحسين ده بيمثلكم؟ إن الحسن والحسين نفس الشيء. اسمعني انت، وين ها بس يا حاجتي حسن يا أبو علي، الحسن يا والحسين غريب. عايز تقول ايه؟ اتفضل يا حبيبي. أقول لك إن الحسن والحسين مثل الشيء، لا تقول إن الإمام مفصول بالحسين نفس ممتاز. طيب الشيء. حاضر، انا اقول الامام ايه؟ الامام مفصول بالحسين؟ وانا اللي قلت ولا كتب عندك الاله؟ طب معلش لا انا عايز اسالك سؤال يا سام ابو علي، هل كانت فاطمه، وما قريتك من القرآن. لماذا كانت فاطمه تكره الحسين ولا تكره الحسن؟ يا حبيبي هم كلهم اولاد فاطمة الزهراء، كلهم اولاد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا حكي. جاوبني على قدر سؤالي، لماذا عندي كانت سؤال، فاطمه عندك تكره الحسين؟ عندي سؤال غير هذا. جاوبني على قدر سؤالي، انت لماذا كان غريب. يا استاذ جاوبني على لماذا كانت فاطمه تكره الحسين عندي 3 اسئله ولا بس انا تكره اكمل. الحسن؟ اتفضل، مش انت داخل حوار معايا؟ اتفضل. اولادها بس انت عندك اخوك، عندك اخو امك تحبه انت لا اخوك طبعا. يا اخي انا بسالك، يا كملت اخي انا بسالك، لماذا كانت فاطمه تكره الحسين ولا تكره الحسن؟ اتفضل جاوبني. شين فاطمه ما تكره الحسين، انت ليش قمت تمثلي؟ طب واذا جبت لك دليل من الكتب لديك ان فاطمه تكره الحسين، ماذا انت فاعل؟ قمت تمثلي احكي عدل بعد عمك احكي عدل. ترى ام محمد اطلب لك من التليفون احكي عدل. يا اخي رد على قدرة، جبت لك دليل من الكتب لديك ان فاطمه تكره الحسين، ماذا انت فاعل؟ وانا قبلت أتحداك التحدي، ماذا انت فاعل؟ ها، والله العظيم أترك التشيع بعد. ممتاز، الله اكبر. ممكن حضرتك شوف معايا النهارده على البث، مش هسيبك، افتح عندك اي موقع مكتبه الشيعه. اتفضل يا سام، عندي موقعي مكتبه الشيعه، عندي. يلا اكتب، بعشيني اكتب كده في البحث بتخالف. حملته امه كرها ووضعته كرها، واقرا لي الروايه اللي في كتاب تفسير نور الصقلين للحويزي. اتفضل. اتحداك انت تطلعها، انت تطلعها حاضر، انا امام اطلعها. المشاهدين، حاضر امام حاضر حاضر المشاهدين. حاضر 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 حاضر، عينيا ليك يا سام، عينيا. حاضر، انت قلت هتترك التشيع صح؟ ما انت قاعد تدلس، قاعد تدلس على الوادم طيب ماشي. حاضر حاضر حبيبي. حاضر 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 حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا سيدي، ادي كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليلي، ممتاز، على الشاشه اظهر للجميع، شايفه؟ نقرا كمل. شايفه؟ شايفه؟ ادي الجزء الاول صفحه 464، ممتاز. في الروايه رقم 3 تمام، والروايه رقم 4. هنقول دلوقتي اي روايه فيهم نختارها، ناخد الروايه رقم 3. اقول لك هنا ايه؟ عن أبي عبد الله عليه السلام لما حملت فاطمة عليه السلام بالحسين، جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن فاطمة ستلد غلام تقتله أمتك من بعدك، فلما حملت فاطمة بالحسين كرهت حمله، وحين وضعته كرهت وضعه. يلا، هتترك التشيع؟ الله يا الله تعبت تتعدي. ها، تترك انت التشيع؟ بابا قاعد يكون عليك يلا ها، بعدين تترك بيطالب يكون التشيع؟ عليك. اسمعني عزيز. تترك التشيع؟ والله تكره، لم تكره حمله ولكن تكرهت الامه من بعد. اسمعني كرهت حمله وكرهته حين وضعته. انت بتتكلم في ايه؟ كرهت حمله وكرهت وضعه. الآن هل ستترك التشيع؟ أنت أقسمت بالله، هل ستترك التشيع؟ حبيبي. اسمعني ما أنا تفتهم سامعك الآية، والله افتهم والناس كلها افتهم سامعاك، هل افتهم ستترك عادي التشيع؟ افتهم افتهم القواعد. هل ستترك التشيع؟ بس انا حاجة انا كمل. أنا مش هكمل، الآن أنت تحديت وقلت قسماً بالله إذا جبت رواية بأن فاطمة تكره الحسين هترك التشيع. أنا جبت لك آية من القرآن بتفسير أئمة أهل هو البيت فيها. الحسين عليه السلام لم يلد، الآن حتى تكرهه عم الآن هل تترك أو التشيع؟ رد،
انت اقسمت بالله. حبيبي بقول لك حبيبي فلما قلت لك لمين تاني الحق الروايه، السلام اسمعوا يا تقدم. احبه، اسمعني اسمعني تاني يا سام ابو علي. بقول لك هنا ايه، فلما حملت فاطمه بالحسين كرهت حمله، وحين وضعته كرهت وضعه، تمام؟ حتى يقول: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه كرها وضعته كرها. هذا مثال في فاطمه في الروايه اللي بعدها في رقم اربعه على طول، ماشي؟ لماذا لماذا اسمعني ها؟ وقد لماذا كرهت فشير مولود حملك؟ تقتله، قالت: لا كلكم حاجه لي في عيادة. مولود تقتله امتك من بعدك، فارسل اليه يعلى في ذريته الامامه، الى ان ياتي في نفس الروايه: فلما حملته كرهت حمله، ولما وضعته كرهت وضعه. يلا استاذ الفاضل، الان هل ستترك التشيع؟ كمل كملت انا لسه كمل اكمل. كمل الحديث. يلا يا حبيبي انا كملت الحديث، يلا ها، هل ستترك التشيع؟ فاطمة الزرع عيسى لم تكره، ولكن كرهت الأمة، يا عم كرهت اقرا انت الأمة الروايه، التي اقرا انت تضرب الروايه أمها لكن الدم. انا طلعتها من الكاف. يلا اطلع اقرا انت الروايه. ها أنت كمل شغال قدامك انا هي. كرملت قدام الناس، يلا اترك التشيع، يلا ها، ألو صوتي يلا يقطع، رد رد. صوتي يقطع. ألو ها ماذا أسمع؟ يلا رد يا حبيبي، دلوقتي ما بتسمعش، دلوقتي جالك الطرش، ثم بعد ذلك انا بقيت اعمى، تعال أشرف ثم بعد كريم، ذلك النت قطع، ثم بعد أشرف ذلك كريم انا بموت، سؤال، ثم أنت بعد مريض ذلك سؤال. ارحمني يا عم اشرف، افصل عليا الاتصال. حاضر يا سام، ولي وروح نام، وقسمك بالله وقابلك عليه امام الله يوم القيامه. نرجع تاني للشيعه.